مثلما للحرب شأنها للسلم أيضا شؤون شتى، فبقدر انتشار الموت هنا تروج الحياة كذلك. للحرب وجه آخر أفرز اقتصادا من نوع خاص فرض أنماط حياة جديدة، حركة النزوح الداخلي لملايين اليمنيين إلى بعض المحافظات ذات الهدوء النسبي أسست على ما يبدو لواقع اجتماعي جديد انصهر فيه الناس ببعضهم. محافظة مأرب شرق اليمن لم تكن سوى منطقة ثانوية معروف عنها شح سبل الحياة. اليوم تمثل المحافظة أكبر وجهات النزوح، نزوح طال أمده في ظل استمرار الصراع، ولكنه مثل عامل إنعاش غير مسبوق. ففي مأرب سباق محموم في حركة التشييد والبناء، سباق لاستيعاب مزيد من القادمين في ظل ارتفاع مهول لأسعار المساكن شراء واستئجارا. عندما تم النزوح استقر الناس في هذه البلد وبدأ الاستثمار وبدأ النمو الاقتصادي يأخذ وتيرة أخرى من التطور والمشاريع العملاقة التي توجد الآن بمأرب. ومع ذلك فما تزال الشوارع وأرصفة المدينة ملاذا لكثير من ضعفاء الحال من اليمنيين وغير اليمنيين الفارين من مناطق القتال، هنا يوارون متاعبهم وتشردهم إلى حين. تضيق شوارع مأرب الطارئة والمستحدثة بحركة السير، وتتسع صحراؤها لعشرات من الفنادق والمصارف والبنوك وحتى الجامعات ومؤسسات التعليم. أمام الواقع الجديد الذي أملته ظروف الحرب، قفزت أعداد الطلبة الجامعيين مثلا من 300 إلى نحو 15,000 طالب، ومن كلية فقيرة إلى جامعة تحوي 6 كليات تأسست تزامنا مع الحرب. صدر قرار من الرئيس عبد الرب منصور هادي بإنشاء جامعة إقليم سبا في محافظة. الجامعة أصبحت تحتوي 6 كليات اليوم وتتبعها كلية اليوف. عشرات من الأسواق التجارية افتتحت مؤخرا وزاد نشاطها والإقبال عليها، لتعكس أيضا وجها آخر من أوجه اقتصاد الحرب والنزوح. هذه هي الحرب إذن، عنوانها الدمار دوما، لكن إرادة الحياة غالبا ما تنتصر في النهاية، وهذا حال اليمن واليمنيين هنا. خليل القاهري.